ترند الاهلي والحديث اكيد في السوشيال ميديا كله عن مباراه اليوم نهائي كاس مصر ما بين الاهلي وطلائع الجيش. نبتدي بالحساب الرسمي لقناه الاهلي على انستغرام واللي بتقول اليوم المباراه الخاصه جدا والهامه جدا للاهلي وطلائع الجيش الساعه 8 بالليل ببرج العرب استاد الجيش برج العرب. وهنا تنويه عن هذه المباراه من خلال صوره كمان لقفشه ومعاه كاس مصر. ان شاء الله الصوره دي تكون واقع النهارده بالليل في 8 الساعه 10 مساء كده يكون الاهلي فاز ببطوله كاس مصر. كمان حساب الاهرام على تويتر بيقول الليله الاهلي يصطدم بطموحات طلائع الجيش بنهائي كاس مصر وعاملين هاشتاج لا للتعصب، وده المطلوب خلال الفتره اللي جايه دايما ما يكونش في تعصب ما بين جماهير الكره المصريه، ده امر مهم جدا. لكن فيما يتعلق ببطوله كاس مصر وهذا النهائي فالطموحات مشروعه جدا جدا عند فريق طلائع الجيش، خصوصا ان هو اول مره في تاريخه بيوصل لنهائي كاس مصر، فبالتالي عنده دوافع قويه جدا بتخليه ان هو يحاول ان هو يفوز بهذه البطوله. لكن باذن الله تعالى الاهلي يكون في يومه ويقدر يحقق هذا اللقب الهام بالنسبه للنادي وبالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي. خلينا نروح لحساب في الجول على فيسبوك واللي بيقوله 31 اكتوبر كان الاهلي يتسلم لقب الدوري ويتوج بالبطوله، وفي 27 نوفمبر الاهلي بطلا لدوري ابطال افريقيا. الثالث او الثلاثيه ممكن على غرار القاضيه ممكن، طبعا بقت شهيره جدا عند كل الجماهير في اعقاب هدف قفشه في نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا امام الزمالك. باذن الله ثلاثيه ممكن ان شاء الله كمان النهارده كام في الشهر يا جماعه، النهارده 5 ديسمبر يكون النادي الاهلي بطلا لبطوله كاس مصر عشان يحقق الثلاثيه باذن الله تعالى. طيب خلينا نروح لحساب جول مصر على تويتر واللي بيقول الاهلي ينتظر تحقيق لقب كاس مصر امام طلائع الجيش لحصد الثلاثيه التاريخيه للمره الثالثه في مسيرته والاولى منذ 13 عاما. الاهلي في موسم 2004 2005 فاز بالثلاثيه دوري وكاس ودوري ابطال افريقيا، موسم 2006 2007 كمان الاهلي فاز بالثلاثيه، او بالتحديد موسم 2005 2006 بقى الاهلي فاز بالثلاثيه دوري وكاس ودوري ابطال افريقيا. ان شاء الله باذن الله السنه دي الاهلي يكون لثالث مره في تاريخه بيحقق الثلاثيه من خلال الفوز ببطوله كاس مصر. كل التوفيق ان شاء الله للجهاز الفني واللاعبين في تحقيق انتصار غالي اليوم. خلينا نروح لحساب يلا كوره واللي بيتوقع التشكيل لمباراه النهارده وتشكيل الاهلي تحديدا، وبيقولوا في حراسه المرمى ده مجرد توقع طبعا، محمد الشناوي وقدامه رباعي خط الدفاع علي معلول ايمن اشرف ياسر ابراهيم ومحمد دهاني، في نص الملعب حمدي فتحي وعمرو السوليه وقدامهم محمد مجدي قفشه، وفي الهجوم كل من طاهر محمد طاهر او كهربا على حسب ما قالوا يلا كوره وحسين الشحات ومروان محسن. كريم احمد زميلنا العزيز من شويه قال لنا ان هيكون في مفاجات، خلينا ننتظر ونشوف المفاجات اللي ممكن تكون متواجده في الاهلي النهارده بالليل. خلينا نروح بقى لبعض الارقام وهي ارقام مهمه جدا، وده من خلال حساب في الجول واللي بيقول ان 8 انتصارات للاهلي مقابل ولا انتصار لطلائع الجيش وتعادلين. كل يا جماعه الارقام دي مش مقياس تماما لما ممكن ان يحدث في مباراه اليوم. الفرص موجوده عند الفرقتين، نتمنى الاهلي طبعا يكون موفق، لكن انت بتلعب فريق كبير جدا زي طلائع الجيش. لكن خلينا نتكلم على اخر 10 مواجهات تحديدا ما بين الفرقتين. الاهلي فاز في 8 وتعادل في مواجهتين، وطبعا دي المواجهات زي ما حضراتكم شايفينها كده على الشاشه ونتائج هذه المواجهات مع صوره طبعا لعلي معلول وعمر جمال نجم كل او نجمي كل فريق. طيب سوبر كوره وحسابهم على تويتر وعاملين انفوجراف لمشوار الاهلي وطلائع الجيش بكاس مصر قبل نهائي برج العرب، ومشوار الاهلي زي ما حضراتكم شايفين كده الاهلي كان فاز على تليفونات بني سويف 3-1، طلائع الجيش فاز على ديكيرنس 2-1-0، دور 16 الاهلي فاز على الترسانه 2-1، طلائع الجيش فاز على مصر مقصه 1-0، الاهلي في دور الثمانيه فاز على بوكير الاسمده 2-1، وطلائع الجيش فاز على بيراميدز 3-1 من خلال ضربات الجزاء الترجيحيه بعد انتهاء المباراه بالتعادل السلبي 0-0. دور قبل النهائي الاهلي فاز على الاتحاد السكندري 2-1، والطلائع فازوا على الزمالك 3-1 بعد ما وصلوا للاوقات الاضافيه في هذه المباراه في انتظار مباراه اليوم والمباراه الاخيره في كاس مصر اليوم. ان شاء الله كل التوفيق لنادينا النادي الاهلي. هروح لفاصل بعدين نرجع نشوف اخر فقرات حلقتنا النهارده من الترند. يلا بينا.